السلام عليكم، معكم باسم سعيد ادمن صفحه سؤال في المساحه في فيديو جديد من حلقات سيرفي موبايل، سلسله سيرفي موبايل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. هنتكلم الحلقه دي عن انك ازاي تنقل منسوب بادوار متكرره. احنا اتكلمنا في فيديو فات كان مونتاج في سلسله سؤال واجابه كيو ان اي عن انك ازاي تنقل ال ان والاي لوحديهم بشكل مستقل لفوق، لكن احنا عايزين نتكلم عن الزد دلوقتي. ازاي هتنقل مناسيب فوق في الادوار المتكرره في مبنى زي المبنى ده مثلا، تمام؟ المبنى اللي قدامي دلوقتي ده لو انا عايز انقل الزد فيه لفوق اعمل ايه؟ عندنا كذا حل. زي ما احنا قلنا قبل كده، حل ان احنا نستخدم السلم، والسلم نقلاته كتير ومع كل نقله بيبقى فيه خطا، وكل خطا بعد كده يتراكم هيطلع معاك في الاخر نتاج غير دقيق، تمام؟ يعني انا لو استخدمت السلم اللي هناك ده، تمام، هيبقى عندي الخطا مش مقبول، ان انا كل مره لو انا بغلط في كل مره ملي واخدت مثلا 30 لقطه على ما اطلع فوق، ف 30 ملي يبقوا 3 سم كتير جدا. ايه الحل اللي انا اعمل الموضوع ده ان انا انقل المنسوب لفوق؟ عندنا حاجه اسمها في الانشاءات كور الاسانسير. ايه الكور الاسانسير ده؟ اللي هو المحجر اللي بيبقى فيه غرفه الاسانسير نفسها او ماكينه الاسانسير، بتطلع من تحت من الدور الارضي عندنا لحد فوق المبنى فوق. الكور ده بيبقى متقفل، تمام، وبيبقى واصل له باب لكل دور، كويس جدا. ولو انتم ملاحظين معايا انه مش لسه ما تشطبش، لسه ما تمحرش، بيتمحر اخر حاجه في المشروع، او حتى ما بيتمحرش خالص لانه بيبقى داخلي جوه، ملوش اي علاقه بعمل التشطيبات نهائي. فبالتالي الكور موجود، لكن لو احنا ملاحظين هنا ان العمدان متشطبه هنا، خالصه محاره، المبنى خالص محاره خالص اهو. طب خالص محاره اشمعنى الكور؟ عشان هو زي ما احنا قلنا ما بتشطبش خالص. يبقى ده مثال ان انا انقل فيه نقاط المناسيب. لو انا حطيت شرب هنا وبدات انقل عليه لفوق، تمام، الشرب هيفضل معايا لحد اخر المشروع. طب هنقله ازاي؟ هنقل الشرب هنا ازاي؟ هاخد عليه لقطه هنا عادي، تمام، احط شرب وبعد كده احط القامه، ابدا افرد لحد فوق، اعلم من الدور الثاني واكمل بعد كده بالتكرار لحد فوق. الموضوع بسيط جدا، مفيش اي مشكله، ودي اسهل طريقه ان انت تنقل الزيت لفوق، تنقل الزيت من الدور الارضي لحد الروف فوق او السطح، لحد ما تنسب كمان الشخشيخه بتاعه الاسانسير اللي فوق او اللي فوق السلم. فالموضوع بيبقى يسير معاك يعني. وتحت باذن الرحمن في اي سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.